صفة الغسل الاغتسال. روح شي داجين. الاغتسال على صفتين. شي داجين يو لانغ فانميان. صفة كاملة. وانمي دا شي داجين. مستحبة. يجي كجادة. اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. شنجي روح شي داجين. يغسل الفرجين القبل والدبر. شي داجين بين دبر. ينوي بقلبه. جي لي شي داجين. يسمي بسم الله. 念凭安拉之尊名 يغسل الكفين 洗两手 يتمضمض يستنشق يستنثر 漱口呛鼻 يغسل الوجه 洗脸 مع اللحية 包括胡子 ثم يغسل اليد اليمنى مع المرفقين 然后洗右手到肘包括肘 ثم اليسرى مع المرفقين 然后洗左手到肘包括肘 ثم يغسل الرأس مع الأذنين 然后洗头和两耳 ثم يغسل الشق الأيمن كاملا 然后洗右半边身体整个的右半边身体 ثم يغسل الشق الأيسر كاملا 然后洗左半边身体整个的左半边身体 ثم يغسل الرجل اليمنى ثم اليسرى 然后洗右脚再洗左脚 يخرج بهذا يصلي لا يحتاج يتوضأ 然后直接去礼拜不用再洗小经了 هذه الصفة الأولى الكاملة 这是最完美的洗小净方式洗大净方式الصفة الثانية第二种洗大净的方式الصفة مختصرة سهلة一种简单的洗大净的方式ينوي بقلبه内心利益يسمي بسم الله然后念بسم الله يعمم جميع البدن بالماء然后把全身都洗到وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة从头到脚 مع المضمض واستنشاق واستنثار 当然包括漱口和橡皮 يخرج بهذا وصلي لا يحتاج يتوضأ 从头到脚洗完以后直接去礼拜就可以了 متى يجب الاغتسال يكون واجب 关于洗大净 أي إنسان يموت لابد أن يغسل إلا الشهيد 关于亡人的洗大净只出示烈士在死亡之后不需要洗大净 الكافر إذا أسلم لابد يغتسل 必须要死亡之后要给他洗 المرأة إذا طهرت من الحيض والنفاس لابد تغتسل 无论男女女子包括那个有月经了或者是生小孩的状态上也要洗大净 الرجل إذا جامع زوجته 一个男子如果和自己的妻子同房了 أو خرج منه مني 流出精液了 سواء كان خرج منه مني وهو مستيقظ أو وهو نائم لابد يغتسل 凡是流出精液的人不都要洗大净 نعم